المزيد ينضم إلينا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورحب بك سعادة السفير. شكرا يا فندم. أهلا بك. خسارة عربية كبيرة بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. طبعا نتوجه بخالص العزاء للكويت حكومة وشعبا ووليا للعهد على رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رجل من كبار رجال الدولة في الكويت وأحد أعمدة التضامن العربي والالتزام العربي بالقضية الفلسطينية، وخسارة كبيرة في وقت كنا في العالم العربي في مسيس الحاجة إلى حكمته وإلى خبرته في تعزيز التضامن العربي. من ناحية أخرى يعد الراحل الكبير من أشد الحكام المؤيدين لمصر والذين يحبون مصر في الكويت، وكان دائما يدافع عن وجهات النظر المصرية، ولا ننسى مواقفه دعما لمصر بعد ثورة 30 يونيو وحضوره شخصيا مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في مارس عام 2015، كما أنه طبعا كان له دورا كبيرا في تحرير في كل الجهود المصرية والعربية التي عملت من أجل تحرير الكويت في عام 90-91 من الاحتلال العراقي. من ناحية أخرى كان بعد نشوب الخلاف في يونيو 2017 بين الرباعية العربية مصر المملكة العربية السعودية الإمارات البحرين من جانب وقطر من جانب آخر، قاد الدبلوماسية الكويتية لعدة سنوات في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين الدول الخمسة. أعتقد أنه طبعا عملية انتقال السلطة في الكويت هتم وفقا للدستور والأعراف المعمول بها في مثل هذه المناسبات، ونتطلع أن الكويت تستمر في مسيرة دعم التضامن العربي وتأييد القضية الفلسطينية، وهي الملامح الرئيسية في حكم الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. مرة أخرى خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق ولآل الصباح الكرام وللحكومة الكويتية ولكل الشعوب العربية في واقع الأمر وفي مقدمتها الشعب المصري على رحيل هذا الحاكم الكويتي الذي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. وأحب أقول أنه أيضا من ضمن مآثره أنه كنا من أشد المؤيدين للكالية المصرية في الكويت ودافع عنها، وكان دائما يعتز بالعلاقات المصرية الكويتية منذ قبل استقلال الكويت، وكان دائما يتحدث عن المساندة المصرية والتأييد المصري والمساعدات المصرية للكويت قبل الاستقلال، وكان يقول أن الكويت ستحفظ هذا الجنين دائما في ذكراها وفي ضميرها الوطني. شكرا جزيلا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا من القاهرة.